السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الخبز معروف ومشهور بزاف. غادي نحضروه بطريقة سهلة بزاف، كيجي زوين وما فيش نهائيا البيض، وكيف ما كتلاحظوا اللون ديالو جميل جدا، غادي ينفعكم بالنسبة للغدا ديال الوليدات أو الغدا ديال العمل. كيصلح سندويشات رائعين جدا. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله، بالنسبه للمكونات مقادير كيف العاده تلقاهم مكتوبين لتحت. غادي نوضع الدقيق وغادي نزيد عليه خميره ديال الخبز، وغادي نزيد كذلك السكر. هنا درت 30 غرام ديال السكر اللي هي تقريبا معلقه ونص، ممكن تستغناو عليه نهائيا، هو كيساعد باش يعطيني لون زوين. كنزيد الملحه، وهنا غادي نعجن خليط ما بين الحليب والماء دافي بطبيعة الحال، يعني كنخلطو نص نص، وكنعجنو عجينة اللي كتكون ماشي مطلوقة بزاف، كتكون يعني شادة راسها شوية كيف ما غادي تشوفوا معايا. فهنا جمعت العجينة ديالي بحال هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا، تقريبا بحال القوام ديال العجينة ديال المسمن. المهم هما المقادير ديال السوائل مضبوطين، غير الا كانت عندكم شي نوعية ديال الدقيق مختلفة. فكندلك شوية، تنحس بان العجينة دلكات تقريبا واحد 5 دقائق. من بعد كنزيد قطع ديال الزبدة، او الزبدة هكا على شكل مرصويات، من الاحسن تكون طرية او رطبة. انا خرجتها من الثلاجة، نسيت خرجها من قبل، وغادي نحاولوا اننا ندخلوها مزيان في العجينة وصافي كتكون واجدة. ممكن تعجنوا في العجينة الا بغيتونا، هنا بغيت نعجن بيديا، فغادي نستمر بحال هكا حتى كتشرب ليا العجينه ديك الزبده وصافي كتكون واجده باش غادي نخليها تخمر. صافي، هذا هو القوام كيف ما كتشوفوا، كتولي ملسه وشاده راسها وما كتلصقش نهائيا. يعني عجينه سهله للخدمه. غادي نرجعها في الاناء بلا ما ندير لا زيت لا دقيق لا والو، وغادي نغطي عليها حتى كتخمر مزيان. من بعد ما خمرات غادي نوضعوها فوق من سطح العمل باش غادي نقسموها. العجينه ديالي غادي تخرج لي 10 ديال القطع او 10 ديال الخبيزات. ديروا ممكن تحكموا يعني في الحجم او في القياس ديال الخبيزات ديالكم كيف ما بغيتوا. فانا هنا غادي نوضعها فوق من سطح العمل وغادي نقسمها. كيف ما العادة كل قطعة كنحاولو نشكلوها كويرات، شحال ما كانوا الكويرات هكا مقادين، شحال ما جانا الخبز من بعد شكل ديالو زوين ومقاد. كنشكل كويرات وكنوضعهم على جنب. كيف ما كتشوفوا راه ما كنستعمل لا دقيق لا حتى شي حاجة، عجينة راها ما كتلصقش. مباشرة من بعد ما كان سالي، ضروري دائما نخليو العجينة ديالنا ترتاح. عادي يمكن لينا نقرصوها او نبسطوها، ما نقدروش اننا نقرصو في البلاصة لانها كتكون ما كتاخدش لينا الشكل. هنا انا غادي ناخد لاك وغادي نبدا نطلق العجينة ديالي بحال هكا. انا غادي ندير خبيزات شوية رقاق باش غادي نديرهم على شكل سندويشات، ممكن ديروهم غلط شوية يعني تبسطوهم غير واحد شوية بيديكم، و يعني الا بغيتوهم هكا تقدموهم للفطور للوليدات هكا ياكلوهم مع شي حاجه. فانا غادي نديرهم خبيزات رقاق باش ما يكونش فيهم البابا بزاف، وندير فيهم يعني الحشوه بلا نحتاج انني نحيد ديك البابا او ديك البطعه من بعد. من بعد ما ساليت، انا هنا غادي نرش واحد شويه ديال الدقيق، غادي نخليهم يخمروا فوق من سطح العمل لانني ما غاديش ندخلهم مباشره للفران، حتى غادي ندوزوهم يعني في واحد المرحله عاد غادي ندخلهم للفران. فرشيت هنايا الدقيق بكميه مزيانه وغادي نستفهم فوق من سطح العمل، نغطي عليهم ونخليهم حتى كيخمروا. ما تخليهمش يخمروا بزاف، انا مازال خليتهم شويه يعني فاتهم الوقت، كنت مشغوله خليتهم شويه يخمروا. ما تخليهمش يخمروا بزاف يعني يتنفخوا لكم شويه باش هكا ما كيتفشوش لكم من بعد.
صافي. هنا ملي كيخمروا الخبيزات غادي نسخنوا الماء ديالنا وغادي نديروه يغلى لنا تقريبا 2 لتر ديال الماء. كيف ما قلت انا راه خليتهم شويه يخمروا اكثر من القياس، نتوما ما تخليوهمش حتى كيخمروا بحال هكا كاع. وكنديروا الماء ديالنا يغلى تقريبا عندي 3 لتر ديال الماء مع 2 معالق كبار ديال البيكربونات ديال الصوديوم اللي ممكن تاخذوها عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات او الصيدليه. غادي نديرهم هكا في الماء غليان يكون كيغلى على واحد النار اللي كتكون مهيله. وكنبدا كناخذ الخبيزات ديالي ونوضعهم في هذا الماء، كنديروا لهم 30 ثانيه تقريبا على كل جهه، يعني كنحسب 30 ثانيه على جهه وكنقلبهم على الجهه الاخرى باش غادي يعني يطيبوا لنا حتى من الجهه الاخرى او يديروا ديك الطبقه اللي غادي تجينا محمره من بعد. فهذه هي بسبب يعني هاد البيكربونات الصوديوم وهذا الماء المغلي، بلا ما نحتاجوا اننا ندهنهم بالبيض او نستعملوا البيض كيجيو محمرين وغزالين. غادي نقلبهم بحال هكا ونخليهم يغلاو من الجهه الاخرى وصافي. كنصفيهم مزيان وكنوضعهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. بعد ما ساليت الفران ديالي شاعل كيسخن، انا غادي ندهنهم انا بشويه ديال الحليب باش غادي نرش عليهم جنجلان. ممكن حتى الحليب ما يعني ما تستعملوش، ممكن تدخلوهم غير هكاك. صافي غادي نرش الجنجلان وغادي نفلحهم بواسطه ديال شفره حاده وندخلهم للفران يطيبوا. في الاول يكون الفران سخون مزيان ومن بعد كنقصوا عليه ونخليوهم يطيبوا ويتحمروا على خاطر خاطرهم باش يجيونا في لون مقاد وزوين. هنا غادي نوجد الدجاج اللي غادي نديرو كحشوه لهاد الساندويشات، يعني فكره باش كتعمروه. فهنا خديت شرائح ديال الدجاج بطبيعه الحال يعني مغسول ومنقي. وهنا غادي نستعمل هذه الخلطه ديال التوابل ديال الدجاج، فيها الاعشاب المنسمه وفيها الثومه. وغادي ندير هنا الحامض وعندي الحليب، عندي تقريبا واحد ثلث كاس ديال الحليب او 50 غرام ديال الحليب. ممكن تستعملوا اللبن في بلاصه الحليب او اليوغورت الطبيعي، انا غادي نستعمل الحليب مع الحامض راه كيعطي تقريبا نفس النتيجه، كيطري الدجاج والحامض يعني كيرجعوا خاطر بحال الشكل ديال اليوغورت. فغادي نعصر ديك النص حامضه وغادي نزيد التوابل ديالي وغادي نزيد حتى شويه ديال الملحه باش ما يجينيش مسوس. طبيعه الحال ما غاديش نستعمل التوابل كاملين، هنا عندي كميه ديال الدجاج اللي غادي تكفيني لجوج ديال الساندويشات. صافي هنا غادي نخلط وغادي نخليه يتشرب ويرتاح واحد المده ديال ساعه تقريبا ولا على حسب الوقت اللي كان عندكم شحال ما جلس بطبيعه الحال شحال ما تشرب التوابل وجلديت. صافي هنا غادي نبدا كنطيب فيه. غادي ندير الزيت كتسخن وهنا الدجاج كيف ما كتشوفوا راه ما كيبقاش داك الحليب سائل كيف كتلاحظوا. غادي ناخذ البيض والدقيق، هنا كندوزو شرائح ديال الدجاج الاول في الدقيق من بعد كندوزوهم في البيض. البيض خلط معاه زدت ليه شويه ديال الملحه وخلطو وبحال هكا، يعني كيف ما كتشوفوا كندوزو الدجاج في الدقيق نعاودو ندوزو في البيض ونرجعو في الدقيق. بهكا كيعطيني واحد الدجاج مقرمش من بعد فاش كيطيب وكتكون كيكون مغلف واحد الطبقه مقرمشه. صافي نكمل على نفس الطريقه، كنخليه على جنب حتى كنسالي باش غادي نبدا كنطيب. صافي الدجاج ديالي كنديرو كيطيب حتى كياخد لون ذهبي زوين وكنوضعو فوق من الورق النشاف باش يمتص الزائد ديال الزيت. وانا كنبدا كنعمر سندويشات من بعد ما كيبرد الخبز سوا تماما كيف ما كتشوفوا كيجي بحال هكا وكيجي رطب وما كتجيش فيه البابه. غادي ناخذ صلصه المايونيز
ولا اي صلصه يعني كتعجبكم. وهنا غادي ندير واحد شويه، نحاول انني نسرحها بحال هذا الشكل. وديروا الحشوه يعني اللي بغيتو، خاص الطماطم. انا غادي ندير مطيشه والبصله والخيار المخلل. اخيرا غادي نزيد دوك الشرائح ديال الدجاج ونديروا صلصه المايونيز ولا كيف ما قلت اي صلصه كتعجبكم. والساندويتش ديالنا واجد، قدموه مع سلطه مع فريت، رائع رائع بزاف. وغادي ينفعكم بالنسبه للوجبات ديال الغداء في المدرسه ولا في العمل، شي حاجه اللي زوينه بزاف وعمليه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، شاركوا بالقناه، وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بتعليق ديالكم ورايكم، وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.